اتكلمت مع حضرتكم بالأمس وقلنا إن إحنا قدام أمر جلل وموضوع مهم جدا جدا جدا، واتكلمنا على أبعاد المؤامرة التي تحاك، وقلنا الحقائق اللي من المفترض يستوعبها الجميع حتى لا تكون هناك أي يعني زي ما بيقولوا أي شائبة أو عدم وضوح رؤية. واتسمنا معكم بالشفافية والاحترام، والحمد لله رب العالمين. يعني صدى حلقة أمس كان واسعا جدا 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 فوق كل توقعاتي. بشكركم شكرا جزيلا على هذا التجاوب وهذا الاحترام المتبادل. كمان عايز أنوه أن النهاردة سأظل معلق المحادثات المباشرة أثناء لايف في اليوتيوب، وكمان الدردشة للأصدقاء فقط على الفيسبوك، لأن احنا طبعا بنفوت فرصة المتآمرين للنيل من أي صوت عقلاني يتحدث في آلية محددة لإنهاء هذه الأزمة التي نشبت ما بين المستشار ترك الشيخ وما بين النادي الأهلي. ويمكن كلامنا أزعج البعض لما كشفنا عن إن في أكثر من 2 مليون جنيه تم صرفها خلال 30 ساعة للوقيعة ما بين جمهور النادي الأهلي وما بين المستشار ترك الشيخ، ومحاولة البعض أن يأخذ بطولة زائفة ويدخل الأمور في غير أهليتها ويدعي أنه هولاكو الذي جاء ليحرر هذه الأمة. والموضوع أبسط من هذا بكثير، ولكن يبدو أني غلق التعليقات على اليوتيوب، المحادثات المباشرة على اليوتيوب وإيقاف تعليقات عامة على الفيسبوك أصابهم بإحباط وخلى اللي بيسترزقوا يزعلوا، لأن طبعا ناموا مبارح زعلانين، لأن طبعا ما قبضوش، لأن كان من المفترض أن عبد الناصر زيدان بالتحديد البث المباشر الخاص باليوتيوب يدمر من هكر لسب لشتم لتطاول لقلة أدب، وفي نفس الوقت يعني الفيسبوك يعني يبقى حاجة في منتهى قلة الأدب والخروج عن النص والسب المتواصل على كان يطلعوك برا تركيزك ويدمروا اللي انت عايز تقول. ولكن الحمد لله رب العالمين، يأبى الله إلا أن تظهر كلمة الحق، وأنا اتكلمت معاكم بشكل محترم جدا ووضحت الصورة بشكل إيجابي جدا، وبشكركم على كل ردود الأفعال، وبقول لهم موضوا بغيظكم وتعيشوا وتاخدوا غيرها. ما احنا برضه معلمين سوشيال ميديا مش عيال صغيرة، ونعرف إمتى نفتح المحادثات ونستقبل تعليقات، ونعرف إمتى نكتفي بالأصدقاء الأوفياء المحترمين والخاصة بعيدا عن العامة. أنا أخاطب المحترمين وأخاطب العقلاء وأخاطب الذين يدعون دائما إلى أن يكون هناك لغة للتفاهم مهما كان الاختلاف. اختلف معي ولكن دون تجاوز ودون قلة أدب ودون سب. ولكن هذه المدرسة القذرة التي أسس لها هذا الرجل الذي أصبح قدوة للسفلة والمتخلفين لن يكون لها أي دور معانا إن شاء الله إن قريب أو بعيد. النهاردة أثبت لكم إن المخطط ماشي في اتجاهاته زي ما رسموه هؤلاء الذين يدفعون ليؤججوا النيران ويخلوها على قدم وساق. يريدون أن لا تهدأ الأمور. فجمهور النادي الأهلي اللي كان لا يتحمل كلمة في محمود الخطيب، فجأة النهاردة لقينا صفحات أهلوية بتشتم محمود الخطيب، علشان النظرية اللي أنا قلتها لكم تتضح قدامكم جلية وتعرفوا كويس جدا أن الموضوع لمن يدفع أكثر، إنها لجان إلكترونية لعيال صغيرة 13 و14 و15 سنة و16 سنة لسه ما عرفوش ازاي يستنجوا، ولسه ما بيعرفوش ازاي يتوضوا اذا كان عندهم دين اصلا، ولقيوا نفسهم بيمسكوا في الشهر 40 و50 و60 الف جنيه. فما لهمش دعوه بمبادئ النادي الاهلي، ولا ليهم دعوه باخلاقيات النادي الاهلي، ولا ليهم دعوه بمبادئ زمالك ولا اخلاقيات زمالك. دول شله ماجورين لمن يدفع اكثر. يعني كنا
يعني نجد ان اللي بيجيب اسم مش اسم الحرف الاول من بيبو او الحرف الاول من الخطيب ياكلوه. وما ازاي بيبو العظيم النهاردة يا مؤمن تتصور انهم يسبون الخطيب علنا ويجاهرونه بالشتم والسب حتى ما رأوش الظروف الانسانية اللي فيها الكابتن محمود الخطيب وتعرض حفيده لوعكة صحية وإصابته بنزلة شديدة جدا ربنا يشفيه ويعافيه، وحتى مش مراعيين الحالة النفسية اللي فيها أسرة الخطيب إن في مسحة متاخدة من عمر حفيده ربما يكون عنده كورونا ربنا يبعدها عنه وعن كل الأطفال وعن كل الناس. لم يراعوا حتى الحالة الإنسانية لمرض الخطيب نفسه. الذين كانوا يتشنتقوا بمبادئ النادي الأهلي، الصفحات اللي كانت تقول لك احنا الدرع والسيف والحمى واللي قرب من بيبو ناكله النهاردة بيسبوا محمود الخطيب، لان الموضوع اتعرف لمن يدفع اكثر، لا مبادئ امام المال. علشان كده يتهموا الشرفاء بانهم مش محترمين ويتهموا الناس المحترمة بانهم مرتشين زيهم. انا بقول لك انا باخد وبقبل هدايا وزي الفل وتمام التمام، لا خدت حاجه من جيبك ولا حد اجرني عليك. شوف انت خدت من جيب مين ومين اللي مأجرك. انا بشتغل قصادك عيانا بيانا واخاطب العقلاء والمحترمين، وزي ما جبت لكم مثل امبارح لبعض صفحات الزملكاويه التي كانت تؤجج في النار، النهارده انا جايب لكم ايضا نموذجين أو ثلاثة كيف تجرأ هؤلاء على سب الخطيب قبل ما نخش في الغويط ونتكلم في حاجات مهمة ومهمة جدا للغاية. النهاردة تخيل يا سيد الفاضل، يعني آخر ما كنت أتخيله وأتصوره إن أنا أقرأ بوست زي ده مثلا، صورة للكابتن محمود الخطيب في صفحة الأهلي 1907. صفحة الأهلي 1907، أنا لا أشكك في هذه الصفحة ولا بقول إنها مأجورة، أنا بتكلم على ناس تانية لأني من الصفحات المحترمة، ولكن أنا فوجئت مكتوب عليها. تقدر تقول لنا يا كابتن بيبو أنت ما قبلتك استقالة تركا الشيخ ليه الحد دلوقتي بعد ما أهانك وشتمك ومسح بكرامتك الأرض؟ أنت ومجلس الإدارة هل دي مبادئ الأهلي؟ طب لو من مبادئ الأهل الصمت عند الإهانة، ليه رحت اشتكيت مرتضى منصور ولا علشان مش بيدفع ساعات وهدايا زي تركا الشيخ؟ انت رحت دفعت فلوس لبيت جهيت زلو والأهل اليوم ومجاكانوا على كان يشتموا تركا الشيخ، ولما تعرفوا استخبوا عيطوا وفي ناس اتسجنت منهم وانت تخليت عنهم وعرضت علينا فلوس مقابل ان احنا نشتم تركا الشيخ قبل كده ورفضنا. انت مكسور عينك يا خطيب ومذلول، انت افشل رئيس نادي مرة على تاريخ النادي الاهلي، ارحل يا فاشل يا مرتشي، الاهلي فوق الجميع. هل كنت تتخيل ان صفحة بتحمل شعار تأسيس النادي الاهلي 1907 تشتم محمود الخطيب بهذا الاسلوب؟ هذا نموذج. خد كمان نموذج تاني، بص، عائلة الأهلي أعضاء الأهلي، صفحة تانية، بص بيقول لك إيه، شكرا إنك أنت خليت الأعضاء نصين يا خطيب، نص طاهر ونص خطيب، شكرا إنك جبت لنا رئيس شرف كان مولك في الانتخابات، شكرا على الاستاد اللي طلع فنكوش، شكرا إنك أنت خليت العضويات لكل من هب ودب وفتح على البحري والنادي بقي ولا المسكي. وده كله بعيد عن الصحة، ده اللي بيخش عضوية النادي الأهلي بيخضع للجنة فرز ولا يقبلوا أي عضوية في أي فرع من الأفرع الثلاثة، ولا بد اتنين أعضاء مجلس إدارة يزكوه ويتأكدوا إن ده يصلح أن يكون عضو في النادي الأهلي. بس خلاص الفلوس اتدفعت، يلا ولعوا الدنيا نار، يلا دمروا الدنيا، يلا عايزين شوية يشتموا الخطيب على كان خاطر مش قادر يقول لتركا الشيخ كلمة، وشوية تاني يشتموا تركا الشيخ على كان شتم الخطيب. يلا ولع، يلا كل ما تولع أكتر
كل ما تاخد فلوس اكتر، ولو عايز بالمصري موجود، ولو عايز اخضر موجود، ولو عايز اي عمله موجود. يلا يلا انت وهو، يلا يا حبيبي، يلا يا صغير، يلا يا ابني اقعد قدام جهاز الكمبيوتر بتاعك، شوف اي حد بيقول كلمه كويسه طلع ميتين امه، شوف اي حد بيقول هد وطلع اللي جابه ميتين ابوه، شوف تركي آل الشيخ هتشتمه ازاي عشان تقبض اكتر، شوف هتشتم الخطيب الخطيب بيشتم من صفحات الاهلي. انني ارى العجب العجاب، لا حول ولا قوه الا بالله، انها مبادئ تتجزأ ام زمم عفنه اشتغلت لمن يدفع اكثر. وفين جمهوره ده حماه؟ وفين الصفحات اللي بتحمي الدرع والسيف بتاع النادي؟ وفين ان احنا مهما كانت مشاكلنا ما نشتمش رموزنا؟ وفين الخطيب الرمز الابدي اللي لا يمكن اهلاوي يغلط فيه؟ فين؟ او اسمع اسمع، شكرا عكان الساعات ومكافئات العمال، شكرا عكان ما بنتش طوبة في اي فرع من انشاءات وبنيت مجمع مطاعم في مدينة نصر، شكرا انك شغلت الاعضاء جواسيس على بعض للمعارض ليك، شكرا انك انت اجرت استاد السلام وطلع فنكوش، شكرا على الاعضاء اللي ماتت وما لقوش عربية اسعاف عشان توفر تمن ايجارها، شكرا انك غليت اشتراكات جميع اللعبات، شكرا عكان واضح عتموت وتاخد بطولة افريقيا ومش عارف، شكرا انك بتصالح ترك وبرضه اداك على نقط، شكرا على اهانتك لكابتن الاهلي التاريخي حسام عاشور، شكرا انك انت عرفتنا حقيقتك وموعدنا يوم الانتخابات وشكرا. هل متخيل ان ده يتقال على الخطيب؟ ادي ها ادي نموذج اهو صفحه 1907، وادي نموذج صفحه عائله اعضاء الاهلي. انا جبت لكم نموذجين، انا ممكن اقعد اقرا 7 ساعات، بس انا عشان اوضح باقي الصوره واكشف هؤلاء الماجورين، هؤلاء الذين يعملون لمن يدفع اكثر، اللي مصلحه الاهلي العليا معروف انها مع ترك والخطيب، لكن لازم تتدمر ولازم ترك يمشي ويسيب الاهلي، يعني يمشي ويسيب الاهلي، بدل ما نقول يا جماعه عايزين اداء اسرع، عايزين نستفيد من الرئيس الشرفي للنادي، هذا الرجل المحب، هذا الرجل المخلص، هذا الرجل الوفي، كيف تكون الاستفاده من حبه واخلاصه ووفائه للاهلي؟ لا، عبد الناصر ابيض، لا عبد الناصر مش عارف ايه، لا عبد الناصر ايه، تفلان مش عارف ايه، كل الناس تحولت الى حراميه والمرتشين هم اللي بيدعوا للفضيله. انه زمن الربيضاء وزمن قذر، شويه عيال هم اللي بيديروا الرجال وكبار المجتمع. تعال النهارده شوف التطور اللي حصل في الموضوع، وعسلسلك اهو، شفت انت اهو اتكتب ايه؟ يعني حتى محمد نصر الدين المخرج الاهلاوي العظيم، نصر العظيم اللي ما فيش حد زيه، يعني حتى نصر اللي ما كانش يتحمل كلمه في محمود الخطيب دون ان اشكك فيه وله مني كل احترام وتقدير، فوجئت كاتب ده على صفحته محمد نصر اهو. بص، كل اللعيبه دول غلط وانتوا اللي صح، يعني ده تساؤل مهم من وجهه نظري للمشهد، ويحتمل الصح او الخطا باحترام للجميع، كعادتي احترم نفسي والجمهور كان انتماؤه، لان الجمهور هو الاساس. لما يطلع صوت عقل زي محمد نصر يشتموه، طب ما انت لسه كاتم الخطيب. محمد نصر لما كتب كلام محترم وكتب وقال لهم انتوا غلطانين لمجلس اداره الاهلي، قعدوا برضه يشتموا نصر، طب ما انتوا لسه كاتمين المجلس والخطيب. يعني بس انا بوريك ان كان محمد نصر قال كلمه حق، قال يا جماعه انتوا مجلس غلطان، وتخسروا ليه الراجل؟ الراجل هيفيد النادي الاهلي. وقال لهم اولا تعال نجيب من اول المشهد، عبد الله السعيد هاشتاج خيانه عهد، راجل متالق في الاهلي
وخد بقولات ما يحلمش بيها، وادي الاهلي كتير بفن ومهاراته، وادى الاهلي كتير بفن ومهاراته واهدافه، صنع العاب رهيب ونجم الفريق وخد حب الجمهور والاهلي وعمل اسمه وفلوس وشهره، وفجاه طلب فلوس كتير في نهايه الخدمه والاهلي اتاخر في المفاوضات، وكالعاده مع السلامه. عموما 40 مليون في الشنط راحت بيته، ما قدرش يقاوم، يبقى مين الصح ومين الغلط؟ هو الصح والاهلي الغلط. ده محمد نصر قال لك تعالى لحاجه تانية. على فكره انا بتكلم عن السلوك الاول لعبد الله، لانه رجع بضغط تركو عليه وحصل اللي حصل بعد كده، والاهلي عرضه للبيع، ودي قصه تانية. وفي حته عبد الله ده الاهلي غلط، انا اتاخر وعبد الله غلط لما عمل اللي عمله بعد كده. قال لك ايه نمره 2، تعالى نروح لاحمد فتحي بيخاطب مجلس اداره النادي الاهلي، الهاشتاج الفتوه، نجم كبير وقدم بعرق وكفاح وعزيمه وحقق كل ما يحلم به، وهو كان راجل في الملعب دايما، وفجاه قال لعبد الله دول لسه ما تكلموش معانا، فرصه تخلع. وكان بينه وبين التعاقد، بينه وما بين التعاقد مع الزمالك شعرايه، الفرق ان عبد الله خد صوره وفتحي ما لحقش ياخد الصوره، ولا شالها في جواله لحد ما قال انا اقعد احتياطي وعايز العب للمنتخب ولازم ابقى اساسي، وانا حاليا العب وامن مستقبلي وشغال للعرض الاعلى. وكان فتحي متفق مع الاهلي على كل حاجه وغيرها في ثانيه وراح في بيراميدز. يبقى فتحي الصح والاهلي الغلط. بالمناسبه عبد الله خد مليون دولار ترضيه وفتحي 900,000 دولار ترضيه، ومحدش قال الحمد لله وراحوا بيراميدز. يبقى مين الصح ومين الغلط؟ حسام عاشور هاشتاج النهاية، ده كاتبه محمد نصر. كل ده عشان الأهلي يطلع جواب شكر الترك عكر راعي المهرجان. طب اصبر يا حسام، في ظروف عند الخطيب والجواب هيتمضي لما يرجع. انت لعيب محترم اتربى في النادي الأهلي وخد بقولات أكتر من أسماء الأندية اللي في مصر، وعمل تاريخ ملهوش زي، وحب جمهور ما حصلش، وفي النهاية المدير الفني مش الأهلي قال مش محتاج عاشور، والأهلي بالتالي قال اعتزل دي نهاية المشوار. عظيم، لكن هو عايز فلوسه، قال ألعب في نادي تاني، هو حر، لكن الترضية ب 2 مليون دولار قال اعتزل أحسن. يبقى عاشور صح، لأنه فاكر إن الكورة شغالة والطيران شغال وماتش الاعتزال بكرة ومستعجل. فاكر حسام غالي نفس اللي اتقالك والراجل كابتن الاهلي عمل اعتزاله في الامارات وخلصت بقى. عاشور صح والاهلي غلط. رابعا مؤمن زكريا هاشتاج لما كنا صغيرين، نجم وسيظل نجم ربنا يشفيه، ما ينفعش نتكلم في مرض، وساهمت في نفقات علاجه شيء رائع، وده عمل خير بينك وبين ربنا، والاهلي لم ولن يبخل على مؤمن. خامسا عماد متعب هاشتاج البرنس، ابن النادي فعلا وعمل تاريخ عظيم مع النادي، ولكن المدير الفني عذبه وخلاه يبطل كوره مش الاهلي، وعماد رفض يلعب لان نادي تاني، حتى ماتش الاعتزال مش زي عاشور، الاهلي هينظمه لا هو اللي هينظمه، اللي هينظم ماتش اعتزاله مع انه الوحيد اللي يستحق الاهلي ينظم ماتش اعتزاله، وانت عرضت عليه زمان ماتش بين مصر والسعوديه وهو شكرك، ده بيخاطب الموسيقار تركي آل الشيخ، وعماد ما فيش بينه وبين الاهلي حاجه وحشه، وجماهير الاهلي بتعشقه مهما اختلفوا في وجهات نظره الحره في امور كثيره، يبقى فين في غلط وفي صح. هو صالح سليم لما قعد سنة 92 مع طاهر أبو زيد، ده بيكلم الإدارة أهو أهو، بيقول لك لما قعد مع طاهر أبو زيد وعلاء ميهوب وربيع ياسين ومحمود صالح وقال لهم في وشهم المشوار كده خلص مع الأهلي، اعتزلوا في النادي ولا اختاروا مصلحتكم؟ وده إيه أسماء تهز الصخر، وفعلا على لعب أقل من شهور بره الأهلي ما استحملش واعتزل الأربعة حتى لا يرتدوا تيشيرتات غير الأهلي رغم إغراءات أندية كبيرة لهم، اللعيبة دي نموذج لهم، أبو تريكة وبركات وجمعة والنحاس وشريف إكرامي ووليد سليمان وناجي جده ومحمد نجيب في الوقت ده، رئيس شرف الأهلي كان الأمير الكبير عبد الله الفيصل. والراجل بيتكلم بيسرد من الصح ومن الغلط، دي المواقف. بيقول يعني حتى جمهور الاهلي لما كرم والاداره لما تاخرت
كانت النتائج ان في مواقف انت فيها صح ومواقف فيها غلط. شتم محمد نصر على الرغم انه بينتقد في اجزاء المستشار تركي آل الشيخ وبينتقد في اجزاء النادي الاهلي، ولكن اتشتم لانه كان يتكلم بعقلانية. فالحملة مش نصر انه يتكلم، اي حد يتكلم بعقلانية ويقول في النهاية جملة تركي للاهلي والخطيب وتركي ايد واحدة يبقى كفر، لازم يتدمر. واشتغل المخطط على ذلك وشغال النهاردة كالنار في الهشيم، كالنار في الهشيم. وفي الوقت اللي مجلس إدارة النادي الأهلي بيقول لمحمد مرجان اوصل لمحمد سراج ويفشل انه يوصل له اي عضو مجلس إدارة، كلم سراج ما يتكلمش، فشل انهم يوصلوا له عشان ما يكتبش بوستات. يفاجأ الناس كلها والرأي العام ان سراج خدت العزة بالاسم وركب دماغه، سراج خدت العزة بالاسم وركب دماغه. عارف يعني ايه ركب دماغه؟ ركب دماغه خلاص وقال لك ايه، انا البطل الهمام مع شوية عيال على صفحات بتعمل ابطال من ورق وابطال زائفة، سيذكر التاريخ يوما انهم ما يسووش اي حاجة لان صنعتهم سوشيال ميديا وبطولات زائفة خلف اجهزة الكمبيوتر، وثلاث ارباع اللي بيكتبوا خلف الكمبيوتر هم كتبة وهميين يكتبون غير ما هو مقتنعين به. ولو قابلوك في الشارع يقول لك ممكن صورة يا كابتن، انا على فكرة كنت بشتمك على الفيس، حقك عليا. فهم ابطال من ورق ويصنعون بطولات زائفة. وبعد كده ايه الناس قالت لك يمكن المستشار يكتب النهاردة على مدار اليوم، الناس بتتابع الصفحة، الراجل هدوء تام والكل يدعو الى التهدئة والكل يدعو الى الاحترام المتبادل ايا كان القرار اللي هيتاخد يوم الثلاث. ولكن في طرف ما ينفعك مع الهدوء قاعد ينفخ، ولكن للأسف الشديد النفخ المرة دي برة وجوة، نفخ من جوة ونفخ من برة، فاتفقوا الاتنين فولعوها نار إلى أن خرج علينا السيد محمد سراج بهذا الفيديو لمدة 10 دقائق. أنا نفسي أسأله كنت عايز منه إيه ووقته ليه وعملته عشان إيه؟ لا مستشار تركي كتب حاجة عنك ولا قال حاجة النهاردة ولا حد اتكلم في الملف ده، انت طلعت الفيديو ده بناء على ايه؟ في الوقت اللي ممنوع تكتب بوستات بتكسر قواعد ومبادئ الاهلي وتدمرها، وكمان تطلع فيديوهات وتتساوى باصحاب اللسان الطويل والمرتزقة اللي بياخدوا من الفيديوهات وسيلة لارهاب وسب الناس. طالع تدور على بطولة على حساب مين؟ اهلي مين اللي انت بتتكلم عليه؟ الاهلي فوق الجميع من ابنائه. انت لو ايام صالح سليم كان علقك من رجليك، انت لو ايام الكابتن صالح كان مطك على رجليك وروحك لاهلك يكملوا انهم يعرفوك ايه مبادئ النادي الاهلي. النادي الاهلي اللي علم العالم كيف يكون صمت العظماء، النادي الاهلي اللي بياخد راحته جدا في الدراسة حتى لو اتقلبت الدنيا رأسا على عقب، النادي الاهلي اللي طول حياته ما ردش على حد مهما كان الحد ده مين، النادي الاهلي اللي طول حياته بيعرف حدوده فين وسقفه ايه واخره ايه واوله ايه. كسرت ده كله، فين مبادئ الاهلي يا جماهير الاهلي؟ مبادئ الاهلي دي ملاكي معاكم ولا مبادئ الاهلي على الدواء؟ مبادئ الاهلي فين مع محمد سراج؟ مفيش واحد فيكم طلع قال لك ازاي يتكلم ليه؟ متى يعاقب محمد سراج؟ مفيش حد قال له انت بتكتب بوستات ليه؟ لا ده الراجل لما ملقيش حد يلمه بدا يعمل كمان فيديوهات. النهارده قال لك التهدئه دي ممكن تخلينا بكره في اجتماع مجلس الاداره نروح لطريق وفاق وإن كان 1-2-3-4-5-10%. أدمر الكم 1-5-6-7-10% دول على كان نخش مكسرين كل الحلل وكل الترابيزات ورميين كل الكراسي في الكلوبات على كان نظلمها وما يبقاش قدام مجلس الإدارة غير إن هو يقول الجمهور أمامنا والبحر خلفنا، إما أن يأكلنا الجمهور وإما أن نغرق في البحر. فكسر يا بيا كله ولا تقول لي وفاق ولا سلام ولا راح ولا جه ولا سلامات ولا طيبات. انت طالع تعمل فيديو ليه؟ لحد شتمك عشان ترد ولا حد كتب عنك حاجة عشان توضح؟
لكن هي قال لك 5 نقاط. طب ماشي، سمعتوا ال5 نقاط يا جماعه؟ ممكن يكون حد ما سمعهمش. عشان ابقى امين وبسلسل الاحداث خطوه خطوه معاكم، تعال نسمع مع بعضينا ال10 دقايق وقول لي بالله عليك اذا كنت بتفكر بعقلانيه معايا، ما هي المناسبه لان يسجل هذا الفيديو ويذاع؟ ايه اللي حصل مستجد عشان الفيديو ده يظهر ويذاع؟ بالله عليك انت اللي تقول لي. قول لي يمكن انا مش متابع، او انا ما خدتش بالي، او حدث شيء ما خلاني ما اخدش البالي. نسمع الفيديو. ما اطلب اول اوردر ليك هنوصله لك ببلاش، نزل الابلكيشن واطلب كله. نسمع الفيديو ونشوف كان ليه مناسبه واحنا ما نعرفش. لو ليه مناسبه واحنا ما نعرفش او انا ما عرفت حد يقول لي. اهو بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لحضراتكم جميعا ولكل واحد بيشوف وبيسمع الفيديو. يمكن انا دايما بحب اعبر عن ارائي من خلال بوست على فيسبوك او على تويتر او على انستجرام، بس يمكن دي اول مره اعمل فيها فيديو، بس كان لازم اعمله. كان لازم تعمله عشان تخربها طبعا. هم 5 رسائل. كان لازم يعمل الفيديو، قال لك كان لازم اعمله عشان يدمرها ويخربها. هنا اولا الفيديو ده بس عايزكم تركزوا فيه، استقواء بالجمهور في وقت الدولة لا تحتمل في ذلك. هذا ليس طبع الأهل أن يستقوى بجمهوره العظيم أيا كانت الأمور، وحدث أن استقوى الأهل بجمهوره في مواقف معينة يذكرها التاريخ. الحاجة التانية، أول مرة يكون في عضو مجلس إدارة النادي الأهلي يشكر جمهور الزمالك في ظل الاحتقان اللي شغال ده، بيشكر جمهور الزمالك اللي اتصل بيه وقال له شد كمان اضرب كمان الله ينور مصر. يا عم يا عم مصر، ده راجل سعودي جاي يشتمنا، انا مع ابن بلدي يابا. ما احنا عاملين حملة الزملكاوية بنقول فيها انا وابن عمي على الغريب، انا واخويا على ابن عمي، وانا وابن عمي على الغريب، وانا وانت يا اولاد عم، انت اهلاوي وانا زملكاوي. افتكروا الزملكاوية العمومة دلوك، زي ما مرتضى منصور افتكر النهاردة يقول للخطيب سلامة حفيدك. ده انت لسه شاتمه امبارح بالليل، امبارح بالليل شاتمه، النهاردة بتقول له سلامة حفيدك؟ يعني زي محمد سراج ما عمل، شكرا قال للزملكاوية في هذا الزمن اللي كله احتقان، في زملكاوي متمني لك الخير. يا سلام على ذكائك ومخك البرلنت، يا سلام عليك. بصراحة أنا ما شفتش كده، وقعد يقول ال5 رسائل اهو. نسمع بس جزء عشان مش عايزين نضيع وقتنا في كلام ملوش لازمه. فمعلش استحملوني في الوقت، وانا هحاول اختصر على قد ما اقدر. انا شخصيا مش مؤيد ومرتاح ومطمن ان الجمهور العظيم ده لما يبقى في ظهر حد، دي نعمه وفضل كبير قوي من عند ربنا، نعمه وفضل كبير قوي. عشان كده انا حابب اشكركم واحد واحد. يعني اسف ان انا كنتش قادر ان انا اخش، طبعا يعني تابعت كل حاجه وشفت كل حاجه، ما قدرتش ان اشكر واحد واحد على كل الحاجات اللي اتكتبت على وسائل التواصل الاجتماعي. كل حاجه حابب اقولها واللي فاجئتني واسعدتني جدا هي الدعم والكلمات والرسائل اللي جات لي من المملكه العربيه السعوديه. الناس ما عرفوش هناك طبعا، كلموا 3 انفار ولا حد كلموا من اسرائيل. هم عينهم مكسوره، هم اول ناس عينهم مكسوره يعني من يعني من زمن الزمن يعني، وسمعتهم سبقاهم يعني زي ما بيقولوا. مش محتاج يعني انا اتكلم عليهم، مصر كلها عارفه الكلام ده. ف لو انا اقصد حاجه من كلامي فانا اقصد الناس دي، ما اقصدش زمايلي، زمايلي اللي انا بحترمهم، زمايلي اللي هم من اول يوم لما دخلنا مع بعض في القايمه واحنا بنحترم بعض كلنا، كل واحد قيمه كبيره في شغله وفي عمله، كوادر كلها محترمه. دي الرساله، دي الرساله الثالثه. وتواصلت معاهم خلاص، وهم مستشار جميل سعيد والمستشار محمد عثمان، وهم قامات كبيره واقدر بقى ان هم يسيروا في الاجراءات دي. يعني مش حتتي انا راجل مهندس، مش كل واحد طبعا ده بيتي التاني، الأماكن اللي بستريح فيها نفسيا وأنا موجود. لكن مش بقوله بالصفتين دول، أنا بقوله بصفات مواطن مصري حر عنده كرامة. والكرامة هي سمة المصريين الأولى. لو في ناس مش عارفة ده يعني، بعرف إن الكرامة دي سمة المصريين الأولى.
من كبيرهم لصغير، من أكبر واحد لأصغر واحد. ده كان الفيديو. يعني بس أنا عايز أعلق بس على حاجة بمناسبة الكرامة، يعني هي كرامتك ما نجحتش عليك ومرتضى بيشتم فيك 3 سنين؟ ولا هي الكرامة بتطلع من التلاجة لما تعوزها في أوقات معينة؟ يعني الراجل اللي مسح ومرمط مجلس الإدارة الأرض ما كانش كرامة، ولا كنت أنت مش واخد لبالك، ولا كان وقتها عندك مشكلة في ودانك؟ يعني فهم الناس، الناس برضه عايزة تفهم. 5 رسائل ليس لهم أي معنى وليس لهم أي شيء. طيب، الناس كلها بعد هذا الفيديو انتظرت أن المستشار تركي آل الشيخ ربما يخرج علينا ببوست مزلزل يرد على هذا الفيديو، والكل ترقب. قال لك الفيديو نزل ولعت. نروح لصفحة المستشار تركي آل الشيخ مع بعض اهو، وانا بحاول اختصر بس عشان خاطر الناس وما غرمش الناس في معايا على الانترنت. بص حضرتك، نروح لصفحة المستشار تركي آل الشيخ بعد الفيديو بقد ايه، بحوالي نصف ساعة او ساعة الا ربع بالتحديد. بعد الفيديو بنص ساعة، ساعة الا ربع، نزل المستشار تركي آل الشيخ رسالتي قبل الأخيرة وخلاها رئيسية على الصفحة بتاعته، وكانت رسالة مهمة جدا أسمت الدنيا كلها في مصر وفي النادي الأهلي. نسمع الرسالة من 3 ساعات بالضبط، والفيديو بتاع محمد سراج من حوالي 4 ساعات أو 4 ساعات إلا. رسالتي قبل الأخيرة في موضوع الرئاسة الشرفية وعلاقتي بالنادي الأهلي. عندما تقدمت باستقالتي سابقا عن الرئاسة الشرفية كان حبا في إنهاء أي خلافات بعد أن سمحت في كل ما مضى، ليبقى حب الأهلي في قلبي كمشجع كما كبر معي منذ صغري. ولم أتعامل أبدا في أمور النادي كوزير لدولة شقيقة، ولكن كمحب ومشجع متعصب حريص على ناديه. فحسيت أن مكاني كمحب ومشجع متعصب حريص على ناديه، فحسيت أن مكاني فعلا أني أرجع كمشجع وسط الجمهور، هيكون أفضل ليا وللنادي. وعشان اختلاف وجهات النظر وفرق السرعة في اتخاذ القرار كان كبير، لكن عندما تم رفضها وطلب مني رئيس النادي الرجوع مرة أخرى للرئاسة الشرفية، لم أتردد لحظة كمحب للنادي أني أرجع للعمل على تحقيق بعض آمال وأحلام الجماهير العريقة والعريضة اللي أنا أفضل منهم. يعني طول حياتي أنا سأظل من هؤلاء الجماهير، ولما طلب مني أرجع رجعت باحترام لمجلس الإدارة. ولكن هو بيطرح تساؤل مهم، وتم الاتفاق على آلية العمل. هو حددها هنا، قال لك إيه؟ قال لك وأؤدي دوري على أكمل وجه دون تدخل في أعمال مجلس الإدارة. يبقى دي نمرة 1. بعد كده الاتفاق على الملفات الأساسية نمرة 2، المشاريع المستقبلية نمرة 3 اللي هنشتغل عليها الفترة القادمة، ولكن حصل برضو نفس المشاكل القديمة. والسؤال المحترم اللي الرجل طرحه للأهلوية، ليه طلبت أني أرجع تاني كرئيس شرفي بعد ما استقلت بدون اتفاق بين أعضاء مجلس الإدارة على رجوعي؟ لأنه ده واضح من الصيت في الماء العكر أن المجلس كله ما كانش موافق، كان منقسم على حد قوله في البوست. لأن واضح جدا الآن من البطولات الوهمية التي يمارسها البعض أن المجلس كان منقسم. الرجوع كان رغبة من البعض وليس الكل. وحابب أؤكد على أني لم أطلب الرجوع، ولكن طلب مني أرجع من قبلكم. وعندما زرت الكابتن محمود الخطيب اللي هو رئيس النادي الأهلي، كان بسبب مرضه وزيارة مريض قمت بها، لأن هذه هي تربيتي على العموم. وده شيء محمود طبعا. حتى الآن لم يتم قبول استقالتي من النادي، وأنا حتى الآن لم أسحبها. في رسالة مهمة جدا ختمها بعلم السعودية وعلم مصر وقلب وعلامة الدعاء وعلامة كده. الناس كلها استغربت، يعني المستشار تركي الكل كان بعد الفيديو ده قال لك هيكسر الدنيا ليكتب هذا البوست الذي قلب الموازير رأسا على عقب.
وكان افضل رد، وانا شايف انه كان الموسيقار تركي موفق فيه جدا، لانه استقبله الناس العقلاء، وانا اللي انا بخاطبهم هم العقلاء، بشكل هادي جدا يدل على تمسك الرجل بالنادي الاهلي وحبه للاهلي، سواء الرئيس شرفي مش رئيس شرفي، مع مجلس الاداره مع الجمهور، هذا امر منتهي. في الوقت اللي الناس بتوع الحملات بيغلوا، ازاي يا جماعه؟ ايه ده؟ ده تركي خذلنا، ازاي يكتب البوست ده؟ احنا كنا متوقعين يقول له مين انت يالا اللي تعمل فيديو وتقول خمس رسائل؟ مين يالا مش عارف انت ايه؟ ايه يا جماعه الموضوع؟ هو الراجل فهم ان احنا قاعدين نلعب بصوابعنا في الموضوع ولا ايه؟ قاعدين ندمر في القصه ولا ايه؟ وطبعا الاخوه اللي الداخليين اللي هم اهلاويه للاسف كالقطيع ماشيين ورا الحمله الماجوره دون اي تفكير من اي نوع، دون اي تفكير من اي نوع. مفيش واحد كتب بعد البوست ده كلمه يلا يا جماعه نتمعن ولتكن خطوه على الطريق، ولا حد كتب حاجه. طب العكس بيدوروا ازاي يدمروا دي على كان دي ايه؟ ده دي فاجئتنا، دي ممكن تبوظ الليله كلها اللي احنا عملناها، والمصاريف كلها تبقى في الهجايص وفي الاونطه. مفيش بعديها بوقت يعني بص يعني خلينا نروح اهو في صفحة معالي الموسيقار تركي الشيخ ونشوف بعديها بقد ايه كتب حاجة تانية، يعني قصف جبهة. بص انا بحلل الموضوع لان انا حاسس ان ربنا نصرني لما قلت ان في عصابة وسخة شغالة للتدمير. ناس كتيرة ما صدقتنيش. النهاردة شوف محمد سراج فين، وشوف مع اني لا ما ينفعك ان انا قارن سراج بالموسيقار تركي الشيخ، ما ينفعك اصلا. سراج ده مشجع درجة تالتة ملهوش دعوة باساليب ادارة ولا جامعة امريكية فيها ولا جامعة تقلية، ولا يعرف حاجة عن الادارة، مع احترامي ليه فوق دماغي. لو يعرف حاجة عن الادارة ما كانش عمل اللي عمله، ولا كانش كتب اللي كتبه، ولا كان عمل الفيديو اصلا في مجلس ادارة. وهنا انفرد معاكم بموضوع مهم. طيب ايه اللي حصل يا عبد الناصر بعد الموضوع ده؟ نشوف ايه اللي حصل بعد الموضوع ده. من ساعة واحدة يعني بعد ساعتين من كتابة البوست اللي جابهم لمس اكتاف، بتكلم على المأجورين بتوع مني قبض معك ندمر. بص راح عامل الراجل بوست بقى من ساعة بالظبط دلوقتي، كتب علمته بمرض حفيد الكابتن محمود الخطيب عمر، ربنا يشفيه لك يا رب يا كابتن محمود، تعرضه لوعكة صحية، أتمنى من الله أن يشفيه ويعافيه ويحفظه من كل سوء، وعلى استعداد لتقديم كل ما في وسعي لتجاوز تلك الغمة. ما أكتبه الآن كمحب لمصر. وإيه تاني يا معالي المستشار؟ كان اللي جاية دي في القالولو، اللي جاية دي هتعدي بعيد عنك من تحت لفوق، تعدي المصارين تطلع من البق قاضية مانعة قاسمة. قال لك إيه؟ هذا أكتبه حبا في مصر والاهلي بعيدا عن اي خلافات. اذا الرساله واضحه، لا تعنيني رئاسه شرفيه، ان كنت فيها فهذا شرف لي مهما اختلفنا، وان لم اكن فيها فساظل اهلاوي. انا لا راجل اهلاوي على الرئاسه شرفيه، ولا اهلاوي على كان خاطر انا دافع ثمن اهلاويتي. وتقعد انت تقول شوال، ويا سعوديه لم شوالك، والسعودية ومش عارف قد مش عارف مين، وتقعد تتطاول وتدخل السياسة في الدين والدين في السياسة. يا النهاردة لما لقي الراجل ما كتبش قعد يشتم في السعودية. يعني حد يقول لي عاقل بتشتم في السعودية ليه؟ من امتى مصري تطاول على بلد الحرمين؟ من امتى واحد مصري فينا يتحمل في السعودية كلمة؟ من امتى واحد مصري فينا ما عندوك استعداد يفدي السعودية بحياته؟ من امتى حد فينا ما بينامش ويحلم يسافر السعودية عكان يروح الحرم ويزور رسول الله؟ من امتى تعلمنا التقاول على السعودية؟ لانها دي شوية مأجورين لا بيشوفوا مبادئ اهلي ولا بيشوفوا كمان دين، عايزهم يشوفوا عروبة يا عبد الناصر. عروبة مين؟ ياما ما شايفينش دين، لما ما شايفينش دين. هو في حد كفت حد في السعودية
كتب بوست ولا تويت شتمك ولا شتم مصر ولا شتم رئيسك. انت بتدخل الدنيا ببعضها ليه؟ موضوع لا يتعدى النادي الاهلي. قاعد توسع في رقعته ليه؟ غصب عنك وعين اللي جايبينك مصر والسعودية عمود الخيمة. غصب عنك وعين اللي جايبينك ده اللي لما دخلت الموضوع بسد بالسعودية جنى طرف جديد ليؤاجر صفحات الإخوان الإلكترونية. بتآجر مع الصفحات المأجورة اللي مدفوعة من حفنة من اللي مصلحتهم تدمر العلاقة مع هؤلاء المرتزقة اللي من الداخل بتوع من يدفع أكثر، اللي مبادئ الأهل عندهم تكاوي عالدواء على حسب من يدفع. إيه اللي دخل السعودية في الموضوع الإخوان؟ ايه اللي دمر الدنيا عشان العلاقة ما تجيش الطرف الثالث اللي انا حكيت عليه ودفع ملايين؟ ايه اللي وصلنا لده؟ محمد سراج. خايفين تقولوها؟ لا، محمد سراج لا يستحق بقولات. محمد سراج لا يمثل الا نفسه، ولا بد من عقوبة محمد سراج. انتوا خايفين ليه تقولوها ومش عايزين؟ بطولت ايه واللي صورة ومش عارف ايه واللي مش عارف بطولت ايه وبتاع ايه؟ والجامعة الأمريكية اتصلوا بيا مش عارف منين، والزملكاوية قال كلموني قال مش عارف ايه. يا عم انت بتعمل رأي عام، طالع تستقوى بالجمهور على مين؟ بتستقوى بالجمهور على مين؟ ما هتتفقس هتتفقس، حتى لو المستشار التركي مشي وساب الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي هتتفقس، زي ما المؤامرة الأولانية بتاعت تشجيع المدرجات ما اتفقست وتعرف مين اللي وراها. هتتفقس هتتفقس. طيب عندي مكالمة مهمة جدا عشان خاطر ما بقاش بتجاوز ولا بتجنى على محمد سراج. هل كسر محمد سراج ودمر مبادئ النادي الأهلي؟ خلينا نروح لليحة النادي الأهلي الداخلية والقانون المنظم لآلية العلاقة ما بين أعضاء النادي الأهلي داخل النادي الأهلي. أهو تعال محمد، تعالوا بس كده، مكالمة مهمة جدا أحتكم فيها لصوت العقل مع المحامي الجليل او المستشار القانوني المحترم الاستاذ وائل عوض. دون تجريح في اي حد، خد اتصل بوائل بيه بس من البلكونه علشان خاطر الشبكه. يلا اهو عشان ما حدش يقول لك عبد الناصر بيقول يمين ولا شمال. تعالى كده نسمع مع بعضينا، الاهلي بيعاقب عضو الادب ايه لو عمل اللي عمله محمد سراج؟ نشوف اللائحة الداخلية للنادي الأهلي، القانون الملزم، دستور الأهلوية داخل النادي الأهلي بيقول لهم إيه. الذي لم يخرج عنه أحد واللي خرج كان بيتقطع، اللي خرج كان بيتقطع راسه. سلام عليكم. ألو أستاذ وائل عوض. سلام عليكم. السلام. أهلا. إزيك يا أستاذ ناصر؟ إزيك؟ لعلك بخير يا فندم، أخبارك إيه؟ أنا كويس يا رب تكون بخير. وأنت وحشني كتير. إزيك؟ إزاي حالك؟ الحمد لله، وحشنا جدا يا ست المستشار. طب خليك عبد الناصر، أنت كتير وربنا يزيحنا الأيام اللي دمعت إيدي والأيام الحلوة ترجع ونشوف حضرتك تاني أكيد يعني إن شاء الله. وائل بيع عوض، طبعا بصفتك إنك أنت راجل قانون، يعني الأستاذ وائل عوض مستشار قانوني لأحد الشركات الأجنبية في مصر، وراجل ملم باللوائح ومثقف جدا ومن الناس اللي بيقروا وبيطلعوا في القانون، وهو عضو عامل في النادي الأهلي فرع الشيخ زايد، ورجل دمس الخلق وليس طرف في أي حاجة خاصة بما نحكيه. أنا جايب وائل بعوض كعضو عامل في النادي الأهلي، كان بيناقش معايا ببرنامج كرة بلدنا اللائحة بكل تفاصيلها، وكان حافظ اللائحة عن ظهر قلب. وزي ما قلت لكم، هي الدستور الذي ينظم علاقة الأهلوية ببعضهم داخل جدران النادي الأهلي بفروعه الثلاثة والرابع اللي في التجمع اللي بيتبني. وائل بعوض، يعني أنا سعيد لوقتك إنك تكون معايا النهاردة. ده شرف ليا كالعادة أستاذ عبد الناصر إن أنا أكون معاك، سواء على قناة اليوتيوب. اتشرفت ولن أنسى مواقفك معايا في خصوص القضية بتاعتنا، ومواصفتك للحق في أي مكان وأي زمان، فده شرف ليا وأنا سعيد أكتر. يعني دي حقيقة أنا بقولها من جوايا. يعني
ربنا يخليك. وائل بي طبعا لعلك ملم، وباكد انك انت لست طرف في اي شيء، وباكد احترامك للجميع، ولكن بما انك ملم باللائحه وكنت احد الذين كانوا يناقشون اللائحه في الاعلام في المناقشه المجتمعيه التي ميزت النادي الاهلي عن باقي الانديه، احنا امام موضوع الاستاذ المحترم الدكتور محمد سراج عضو مجلس اداره النادي الاهلي، خروجه على السوشيال ميديا، والنهارده عمل فيديو مهم جدا في اثناء مناقشتنا للائحه تعرضنا الى ان هناك اساليب وهناك بنود في اللائحه حددت العلاقه ما بين عضو الاهلي العامل سواء كان عضو مجلس اداره او مش عضو مجلس اداره في اليه التعامل مع قضايا نادي. ممكن تقول لنا هذه البنود ازاي التي تخص منصات التواصل والسوشيال ميديا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بص يا استاذ عبد الناصر، عشان نوصل للمستمع الكريم والناس اللي بتشوف حضرتك وبتسمعك من الوكلاء، طبعا انا زي ما انت حضرتك تفضلت وقلت، انا الاسماء انا يعني لا علاقه لي باسماء ولا علاقه لي الا بالنادي الاهلي الكيان الكبير اللي انا بارى ان هو بقى فيه امور يعني غريبه عنه واصبحت دخيلة عليه وطرق لم نعهدها ولم تكن يعني معهودة لنا كجمهور قبل ما نكون أعضاء. بص حضرتك، النظام الأساسي هو دستور اللي بيحكم النادي، واللي أكيد كافة الأعضاء ومنهم السادة أعضاء مجلس الإدارة الحاليين شاركوا فيه، بل بالعكس يمكن أعضاء مجلس الإدارة وحضرتك سيد العقيد هم من سعوا ووضعوا هذا النظام الاساسي او هذه اللائحه. هذه اللائحه هي بتحكم في الاساس عضو النادي الاهلي. يعني معلش خلينا نبقى يعني دقيقين شويه في الالفاظ. اي عضو في النادي الاهلي هذه اللائحه اتفقنا عليها او اختلفنا عليها بما تضمنت من مزايا وبما تضمنت من عيوب، فهي الدستور الخاص للنادي الاهلي. يبقى اذا من اول كابتن محمود الخطيب الى احدث عضو ممكن يكون في لسه ينضم في التجمع بتحكمه هذه اللائحه. تمام. طبقا للوضع اللي انا شايفه وطبقا للمستجدات والاساليب الجديده، ده اسلوب لسه جديد على النادي الاهلي. حضرتك سامعني؟ سامعك كويس جدا ومركز معاك. طيب، ودي باللائحه هنلاقي ان ببساطه اللائحه بتقول في الماده 102 وتحت الحقيقه عنوان يعني زي ما تقول حضرتك ايه؟ كاشف عن اللي هتحتويه الماده 102 بتقول ايه؟ احترام نظام النادي. طيب نصها ايه اللائحه؟ بتقول يتعين على الاعضاء. يبقى اذا الخطاب لكافه الاعضاء الذين يحملوا كمين النادي الاهلي. تمام. يتعين على الاعضاء احترام نظام النادي وقرارات مجلس الاداره والتعليمات التي يضعها، فإذا خالف عضو أحكام هذه اللائحة أو التعليمات واللوائح والقرارات التي يصدرها مجلس الإدارة، وهنا لينا وقفة هنرجعلها تاني، أو وقع منه ما يعد إخلالا بنظام النادي أو حسن سمعة العضو، جاز توقيع إحدى العقوبات الواردة في المادة 104 من اللائحة. دلوقتي عدم ظهور على وسائل التواصل الاجتماعي وعدم الخوض في موضوعات تخص النادي وإدارته، تمويلات، يعني أي أمور تعين للنادي، هذه أسرار يختص بها مجلس الإدارة فقط. يبقى إذا ده قرار تطبق. يمكن السيد العضو اللي أنا ما تشرفتش طبعا بمعرفته، السيد عضو مجلس إدارة المهندس سراج، هو أحد الذين صوتوا على هذه القرارات على هذا القرار. تمام. طيب يبقى إذا في مخالفة لقرار مجلس الإدارة.
اللي بيقول ممنوع الظهور وتناول موضوعات النادي على وسائل التواصل الاجتماعي. تمام. جميل. سيبنا من العقوبة اللي هي في المادة 104. تمام. يعني في عقوبة من المفترض كعضو تاني بقول يا أستاذ عبد الناصر كعضو عادي، عضو جمعية عمومية، عضو عامل في النادي، تطبق عليه هذه المادة. طيب ايه الشيء الزيادة اللي يختص به السيد العضو المحترم بصفته عضو مجلس إدارة؟ يبقى هنا انتقلنا من صفة ان هو عضو جمعية عمومية او عضو عامل بالنادي الاهلي تطبق عليه العقوبات دي، لا، في بقى شيء تاني اللي هو صفته هو عندما تحدث او عندما كتب. وعلى فكرة كل ما أنا أتحدث كعضو أو كشخص أنتمي للنادي الأهلي لا معطر علي، أنا عضو بقول رأيي، إنما طالما أمثل النادي الأهلي رسميا وأنتمي أو كون أو أشكل أحد أعضاء مجلس إدارته، يبقى إذن أنا انتقلت كده لحاجة تانية وهي توريط كامل المجلس. توريط كامل المجلس ليه يا فندم؟ قبل ما اقرا او قبل ما نص اقول لحضرتك ان هذه الماده اللي بتقول الحته دي، احنا لما نيجي نشوف الاجتماعات بتناقش ازاي، مثلا 10 بيبقى في موضوع مطروح تصويت، والله في 4 موافقين و5 مش موافقين او الى ما ذلك، بيطلع القرار معتمد باسم المجلس. ليه؟ لتحمل المجلس كاملة تبعاته. طيب اللي اتعمل ده وفي المادة 68 من ذات اللائحة اللي هي لائحة النادي الأهلي الخاصة، وتحت مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة، بتقول إيه المادة دي؟ يكون رئيس مجلس الإدارة. أيوة. اللي هو في الحالة بتاعتنا الكابتن محمود الخطيب. تمام. مع أعضائه مسؤولين بالتضامن عن جميع أعمال المجلس. أيوة. التي تقع بالمخالفة القانون، اللائحة، اللائح المنظمة لسير العمل في النادي. يبقى إذا قانونا هذا المسلك أو هذه أو هذا الاجتهاد أو النهج اللي انتهجه السيد العضو المحترم ليس هو كعضو مجلس إدارة هو اللي مسؤول عنه فقط، إنما يحاسب في ذلك ويرجع بالمساءلة على مين؟ على كامل المجلس. تمام. بموجب هذه المادة. تمام. واخد بال حضرتك؟ لذلك أنا اختصارا برضو عشان اللي بيسمعني ما يتوهش مني. تمام. طالما أنا أحمل صفة يبقى لازم التزم بموجبات هذه الصفه. تمام. ما ما ما, ما لا اتجاوزها. في رئيس المجلس وهو من ضمن القواعد بتاعه النظام الاساسي انه هو الذي يمثل النادي وهو الذي يمثل النادي امام القضاء. تمام. شوف بقى يعني شوف درجه ايه. يبقى اذا في موقف في رد فعل الى ما اخره يجب ان يعزى بها الى المجلس الإدارة وإلى رئيس مجلس الإدارة ويطرح للتصويت ويتم إصدار بيان بيها. وإنما مثل هذه الاجتهادات أو هذا المسلك أو هذا النهج ما هو إلا توريط للنادي وما هو إلا إهدار وكسر القواعد بقى من سنة 1907. فطبعا يعني أنا كتاني كرأي قانوني بحت لا لي علاقة بأشخاص ولا اعرف اشخاص ولا عايز اعرف اشخاص، بقول ان مثل هذا السلوك معاقب من جهتين. اولا كعضو انتمي للنادي الاهلي معاقب بالعقوبات اللي منصوص عليها في الماده 104. تمام. وكعضو يحمل صفه عضو مجلس اداره يجب ان يرى المجلس او ينظر المجلس فيما يتخذ بشأنه نتيجه مخالفه القرارات من مجلس الإدارة. طيب الله يكرمك. انا مش بعتبرها شهاده، ده بعتبرها قانون واقع. هذا هو القاموس. طيب. الذي او الناموس الذي صوت عليه اعضاء المجلس. طيب واعضاء النادي الاهلي، فيجب عليهم
الرجوع ليه في الاحتكام في اي حاجه. طيب استاذ وائل الله ينور عليك، نروح للماده 104 اللي انت عرجت عليها أيوة. وانت ذكرتها العقوبه التي تنص عليها اللائحه المنظمه لعلاقه الاهل واعضائه بادارته، ماذا تنص اذا تم الخروج عن النص في مثل هكذا حاله خاصه بالدكتور محمد سراج عضو مجلس الاداره او باي سين وليكن غير سراج انتهك نفس النص؟ احنا بص يا عبد الناصر بيه، انا يعني هاتلو على حضرتك وعلى السادة الافاضل اللي بيسمعوني ان المادة 104 هي بتقول لمجلس الادارة أيوة. ان يوقع على العضو أيوة. تاني يا عبد الناصر بيه، مجلس الادارة يبقى هنا الصفة ان هو عضو، العضو المخالف احد الجزاءات الاتية. فضل. واحد لفت النظر، اثنين الانذار بالايقاف، ثلاثة الإيقاف عن مجاورة النشاط لمدة لا تتجاوز سنة، أربعة الحرمان من دخول النادي لمدة لا تتجاوز سنة، خمسة إيقاف العضو وحرمانه من دخول النادي لحين عرض أمره على أقرب جمعية عمومية للنظر في إسقاط عضويته، ستة أو يعني ستة وتصدر قرارات مجلس الإدارة بتوقيع الجزاءات السابقة بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين. أهو ده يعني معنى كده ان ده قرار بعقوبه، يعني سيب حضرتك من صفه السيد العضو المحترم المهندس سراج، انا عضو اي عضو عشان يعني يتم توقيع عقوبه من هذه العقوبات المنصوص عليها في الماده 104 من اللائحه، لازم المجلس يصوت على اتخاذ هذه العقوبه. يبقى اذا بنرجع للكلام اللي انا قلته من شويه، ان طالما في تصرف هيتم اتخاذه مع عضو او حيال عضو لازم يبقى باسم المجلس، زي الاحكام كده لما تصدر تلاقيها حضرتك يعني متديه باسم الشعب، بعد باسم الله باسم الشعب. طيب استاذ، اذا القرارات اللي هتصدر من المجلس هتصدر باسم المجلس ويتم التصديق عليها وتدون في محاضر الجلسات وتعتمد من الاداره الرياضيه التابعة ليها النادي. هي دي بص يا استاذ عبد الناصر، خليني اضعك يا استاذ وائل هنا حاجه من الاثنين، يا قانون يا لا قانون، لا فوضى، نختار بقى لا قانون لا فوضى. طيب هستاذن حضرتك في حاجه مهمه، لان الاهلاويه لا يرضوا ابدا ان يكونوا فوضى، الاهلاويه عندهم نماذج قواعد مبادئ، هتحطها لي بالثلاجه وهتشغلها لي تكاوي على مزاجك او لمن يدفع اكثر، ما تكلمنيش على اهلي وعلى مبادئ، المبادئ لا تتجزا، اللائحه هي بتتكلم. طيب استسمحك ولك الحريه في الاجابه على السؤال التالي او عدم الاجابه، هل حدث ان طبقت هذه اللائحه على اي عضو في النادي الاهلي خالفها ام لم تطبق هذه البنود من قبل؟ لا طبقت طبعا. طبقت على ناس كتير يعني. طبعا ده بدون شك يعني تم تطبيقها. وبعدين انا معلش يعني يخليني اسال سؤال معكوس هيوضح الامر شويه. اتفضل يا فندم. ايه اللي يمنع ان هي تتطبق يا استاذ عبد الناصر؟ لا ما انا بسال. معلش خلينا، ما انا بص حضرتك انت امام خيارين، يا قانون ونظم واحترام مبادئ، وليس انا اقصد مبادئ الاهلي، لا مبادئ القانون، عشان تبقى بتتعامل باسم كيان ضارب في جذور الارض 111 سنه، يا اما ان شاء الله فيديوهات وكلام هنعيش فيه وهتبقى هتتطور. شوف انت حضرتك قلت ايه؟ تم استدعاء طرف ثالث، ده لسه في طرف ثالث وطرف رابع وطرف خامس. انا اشكرك. ان لم يتم وضع حد لهذا الكلام ويتم اعمال القانون ويتم ارساء قواعد النادي الاهلي ومبادئه، اللي انا يعني مش عارف هي زي ما حضرتك قلت يعني عامله زي بطرمان السكر، لما بنحب الحل المشروب بنجيبه ولما بنحب يبقى دلع بنحطه مكانه. يا قانون يا لا قانون، الامر واضح، الامر واضح. وبعدين انا ليا راي شخصي، لا احترم يعني لازم اشوف انا صفتي ايه، انا صفتي عضو مجلس اداره يبقى بدوب في كامل المجلس، ارجع المجلس واخش الاجتماع واقول والعن وسب واعمل واثبت ده في محضر الجلسه،
انت فاهمني يا استاذ عبد الناصر؟ يعني بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا ليا حق كعضو مجلس اداره ان انا اخش اقول والله انا بقى عايز اثبت في محضر الجلسه اني غير موافق ومستهجن ورافض، ولو حبيت اقدم استقالتي كمان اقدم. طالما انت ماشي في الطريق الصح عشان حبيت تحتج حتى بالكلام ده، لا والله هاتوا محاضر الجلسات المدونة اللي موقع عليها رئيس الجلسة وأعضاء المجلس وأنا أثبتت فيها رفضي لكل الكلام ده كذا كذا كذا. إنما أخرج عن الإطار القانوني، أو بلاش قبل الإطار القانوني، أخرج عن 111 سنة هكذا كانت تدار الأمور في النادي الأهلي يا أستاذ عبد الناصر، لا لا يعني أنا آسف. وأنا تاني بأكد إن أنا لا يعنيني أشخاص ولا يعنيني أسماء ولا أعرف أي حد ولا عايز أعرف أي حد، أنا راجل عضو عادي وليا موضوع اللي أنت عارفه وأنا ماشي فيه وخلاص وبقول رأيي. إذا تاني عشان يعني ما صدعكش وأصدع الناس، يا قانون يا لا قانون، وعلى من بيده الأمر أن يختار. أشكرك شكرا جزيلا معالي المستشار القانوني المحترم.